صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يأكل الزجاج أو يجعل سيارة تمر على بطنه فلا يتأثر بذلك، فهل هذا من السحر والشعوذة أم هو أمر مستطاع يتدرب عليه الإنسان؟ هذا ذكرنا لكم أكثر من مرة أنه من السحر التخييلي، ما هو كذاب، ما أكل الزجاج ولا أكل المسامير ولا أكل الجمر، وإنما يخيل إلى الناس بواسطة الشياطين شيء ما هو حقيقي، شيء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي ما صارت حيات، وإنما هي عصي مشحونة بالزئبق الذي يحركها، تخييل على الناس. نعم.